تعتبر صناعة صابون الغار في مدينة حلب من أقدم وأشهر الصناعات السورية التقليدية التي اشتهرت بها المدينة، حيث تدخل صناعته في مراحل عديدة وتمتد لعدة أيام وتحتاج للدقة والخبرة. حلب مشهورة بفخ الصابون وشهرتنا عالمية. أول مرحلة منضيف الزيت ومنضيف الكوستيك وبلش عملية الطبخ. ثاني يوم اسمها عملية الخصل. ثالث يوم منصبها في الأرض. بعدهم بلش عملية القطع والختم وعملية التطبيق. بدها حرفة هي وبدها شغل، يعني ما بإمكان بحسن بشتغلها. طبعا صابون الغار مر بمراحل عديدة. طبعا بنطبخ صناعة يدوية بالأول، بعدها بتنشف لمدة سنة. بعد بسنة بعد ما يتنشف نحن بنجيبه لهون نطحنه مرة تانية، بنمده بنضيف له زيوت له عطور خلاصات طبيعية. بعدها بنسحبه على ماكينة الستندر اللي هي مثل ما تكون شايفينها بتطلع على خط صير، بعدها تدخل على الفرن اللي هي العجانة وتنسحب منها الهواء، بعدها تطلع على خط السير اللي هون بتطلع شكلها قوالب بندق عليها الاسم. بعدها بتضل نهارين بمرحلة التخزين، بعدها بتنزل على السوق. وقد شهدت هذه الصناعة في الآونة الأخيرة طلبا كبيرا وخاصة إلى الأسواق الخارجية بعد عودة العديد من خانات الصابون للعمل من جديد وعرض منتوجاتها والتي تعتبر من أنقى الأنواع. فصناعة الصابون هلا رجعت انطلقت من جديد، وحتى تصديرها لكل دول العالم بيصدر هذا الصابون، ومعروف انه هو صابون نوعيته جيدة بيتميز بالغار. كل ما كان غاره أكثر كل ما كان الصابون أجود. هي مهنة متوارثة تدل على تاريخ وعراقة المدينة وتعود إلى أكثر من 400 عام. تعتبر صناعة الصابون من أهم الصناعات التقليدية في محافظة حلب، حيث تنفرد بصناعتها نظرا لجوها المناسب. للإخبارية السورية مصطفى موسى، حلب.